طلاب الصف الخامس، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم درسنا إعداد الشطائر في مادة التربية المهنية. أولاً، ما المقصود بالشطيرة؟ هي وجبة خفيفة سريعة التحضير، يمكن تناولها كفطور أو عشاء أو بين الوجبات، وممكن تناولها في العمل أو المدرسة. ما الذي يحدده القيمة الغذائية للشطائر؟ كيف نحدد القيمة الغذائية للشطائر؟ من خلال الحشوة أو الحشوات داخل الشطائر، حيث يفضل أن تحتوي على العناصر الغذائية من الكربوهيدرات والألياف وقليل من البروتين والدهون. ما المقصود بالحشوات؟ اللي هي الحشوة اللي بنحطها إحنا داخل الساندويش اللي هي الشطيرة. هي أي نوع من الطعام يوجد داخل الخبز يصلح لإعداد الشرائح. كيف يعني يصلح لإعداد الشرائح؟ يعني مثلا مش طبخة، مثلا شوربة عدس ما بتزبط بساندويش، صح؟ أما مثلا لبنة، جبنة، نقدر نحطها داخل الخبز ونعتبرها شطيرة. أولا، ما هي مكونات الشطيرة؟ تتكون الشطيرة من مكونين رئيسيين، هما الخبز والحشوات. الخبز هو المكون الأساسي للشطائر، وهو نوعين، الأبيض والأسمر. أما الحشوات هي الجزء المهم داخل الشطيرة. عندي معلومة أن للخبز أنواع متعددة، منها الخبز الأبيض والخبز الأسمر. الخبز الأبيض يصنع من دقيق القمح المقشور الخالي من النخالة. أما الخبز الأسمر يصنع من دقيق القمح الكامل، ويتميز بارتفاع القيمة الغذائية مقارنة بالخبز الأبيض. القشرة هي التي تحتوي على مجموعة من الفيتامينات والعناصر الغذائية والبروتين. فدائما نحن الخبز الأسمر بنستخدمه لما مثلا حدا بده يعمل دايت. ليش؟ لأنه بيكون القمح فيه كامل، وبتكون فيه الانخالة موجودة، والانخالة بتساعد على الهضم وبتعطي شعور بالشبع. هون عندي بعض أشكال الخبز، شايفين؟ كلنا بنعرف إنه في أشكال كتير للخبز، في خبز الآلي، الكماج، المشروع وغيره كتير، التوست الفرنسي كله. ويمكن تقسيم مواد الحشوة إلى قسمين، عندي المواد الدهن وعندي مواد الحشوة الأخرى. اللي هي مواد الدهن الغرض منها زيادة القيمة الغذائية وإكسابها الطعم الأفضل، مثل الزبدة أو بعض أنواع الجبن أو اللبن أو المربيات وغيرها. أما مواد الحشو الأخرى مثل اللحوم البيضاء والحمراء المطبوخة والمصنعة، اللي هي مثل المرتديلا أو السنيورة، الحبوب المطبوخة مثل الحمص والفول، الأسماك المطبوخة أو المصنعة، الخضروات الطازجة أو المطبوخة أو المصنعة مثل الخس والخيار، أو البيض المطبوخ أو المسلوق. ثانياً، أنواع الشطائر. عندنا نوعين، عندنا شطائر ساخنة وشطائر باردة. الشطائر الساخنة تتضمن حشوتها مواد غذائية مطبوخة مثل البيض المسلوق، البطاطا المسلوقة أو الدجاج. أما الشطائر الباردة مثل اللبن مع الخيار أو الجبن البيض أو الجبن الصفراء وغيرها. عندي هون بعض الصور لبعض أنواع الشطائر الساخنة، عندنا بيض مسلوق، بطاطا مسلوقة، دجاج. أو الشطائر الباردة مثل اللبن مع خيار أو الجبن البيض أو الجبن الصفراء. عندي هون أنا نشاط 6-2، ما هي أنواع الحشوات في الشطائر؟ بحكي لك، تعد الشطائر من الوجبات الخفيفة التي يحتاجها الجسم لما لها من قيمة غذائية عالية. هل أعددت شريط شطيرة بنفسك؟ طبعا أغلبنا عمل ساندويج لحاله. هاي الخطوات ما بدنا إياها. اقترح حشوات ومواد إضافية أخرى تستخدم في إعداد الشطائر. عندنا حشوات إضافية مثلا الجبن الصفراء بأنواعها أو الديك الرومي الحبش. شطائر بدنا مناسبة للرحلات، لوجبة الفطور ممكن نعمل شطيرة زعتر، لوجبة الغداء ممكن نعمل شطيرة الدجاج المسحب المطحون مع الخضار الطازجة. وتجنب الحشوات أو المواد التي قد تفسد بسرعة مثل المايونيز أو الحمص، خاصة في فصل الصيف. يعني في الرحال ما بنعمل إحنا ساندويج إنه ممكن يفسد بسرعة. أما الشطائر المناسبة للمدرسة، في كتير عندي شطائر تصلح للمدرسة مثل الجبنة، اللبنة، الفلافل والمربى وغيرها. وأيضا تجنب الحشوات التي تصدر رائحة قوية كالبيض، إنه نأخذهم على المدرسة. عندي هون كمان نشاط 6-3، ما هي بدي شطائر باردة وساخنة. عندي شطائر باردة مثل اللبن والخضروات، جبنة بيضة، زيت وزعتر، والجبن الصفراء. شطائر ساخنة مثلا فهيتا، رولات مسخن، بيض مسلوق، والبطاطا المسلوقة. طبعا انتوا بتقدروا تكتبوا اللي بدكم اياه كمان. هلأ عندي مقارنة بين شطيرة أنت بتعدها بالبيت وشطيرة بتشتريها من السوق.
هلا القيمة الغذائية للشطيرة البيتي هي أكثر من الشطائر الجاهزة اللي بالسوق، وبالنظافة طبعا الساندويش أو الشطيرة البيتي هي نظافتها أكثر من اللي بالسوق، وشروط الصحة والسلامة العامة متوافرة بكثرة في البيت، وبالجاهز بتكون أقل، والسعر تكلفتها لما بدي أعمل شطيرة في البيت بتكون أقل، بينما الجاهزة أعلى، والجودة في البيت أعلى. طبعا أنت بتحط حشوة بتكتر قد ما بدك، أما الجاهزة ممكن تكون أحيانا قليلة. ما هي الأمور التي يجب مراعاتها عند إعداد الشطائر؟ أولا غسل اليدين جيدا قبل تحضير الشطيرة وبعده، غسل الأدوات المستخدمة جيدا قبل الإعداد وبعده، استخدام خضروات ومواد غذائية سليمة، تنظيف الخضروات استخدام في الشطائر جيدا، ولا سيما الخضروات الورقية كالخس والملفوف، وذلك بنقعها في المحلول المائي أو ماء وخل للقضاء على بيوض الديدان التي لا ترى بالعين المجردة. طبعا طريقة إنه إحنا نعقم الخضار، لكل كاسة خل بنحط إحنا 3 لتر مثلا ماء. 5 التقيد بمتطلبات الصحة والسلامة العامة عند إعداد الشطيرة، مثل الحذر عند استخدام الأدوات الحادة والزيوت الساخنة. عندي هون معلومة إضافية، أن الخل هو العنصر الذي يساعد على تنظيف الخضروات والفواكه بالشكل المطلوب، لأن الخل يقتل 98% من البكتيريا على سطح الفواكه والخضروات الطازجة، وذلك بخلط كوب خل مع 3 أكواب ماء في علبة البخاخ، ورش الفواكه والخضروات بالمزيج، ثم فركها قليلا باليد للتأكد أن الخل غطى كامل الثمرة، ثم غسلها بالماء البارد مع الفرك باليد لإزالة آثار الخل. أما الخضروات الورقية بنحط كوب خل مع 3 أكواب في وعاء كبير، وننقع الأوراق الخضراء لمدة دقيقتين، ثم نرفعها ونغسلها ونجففها. بس هاي معلومة إلكم مش مطلوبة بالامتحان. عندي هلأ أسئلة الدرس. السؤال الأول، عدد 4 من أنواع الشطائر مع ذكر مكونات كل نوع منها. عندي شطيرة لبن وخيار، من شو بتتكون؟ من الخبز واللبنة والخيار. شطيرة الجبنة البيضاء تتكون من خبز وجبنة وخضروات حسب الرغبة. شطيرة الزيت والزعتر تتكون من الخبز والزيت والزعتر، والفلافل من الخبز والفلافل والسلطة، طبعا نقدر نضيف كمان حمص وأي إشي إحنا بدنا إياه. السؤال الثاني، ما الهدف من إضافة الدهن إلى الشطيرة؟ المواد الدهنية بنضيفها إلى الشطيرة لزيادة القيمة الغذائية وإكسابها الطعم الأفضل. السؤال الثالث، ما المكونات الأساسية للشطائر؟ تتكون من الخبز والحشوات التي تكون مادة دهنية أو حشوات مختلفة. السؤال الرابع، اذكر 3 من الأمور الواجب مراعاتها عند إعداد الشطائر للمحافظة على الصحة والسلامة العامة. يجب غسل اليدين جيدا قبل تحضير الشطيرة وبعدها، استخدام خضروات ومواد غذائية سليمة، وتنظيف الخضروات جيدا. السؤال الخامس، ضع إشارة صح إزاء محتوى العبارة الصحيحة، وإشارة خطأ إزاء محتوى العبارة الخاطئة فيما يأتي. ألف، تمتاز عملية إعداد الشطائر بأنها سهلة وبسيطة. الإجابة صحيحة. يصنع الخبز الأبيض من دقيق القمح الكامل. الجواب خطأ، أما الخبز الأسمر هو اللي من القمح الكامل. من أنواع الشطائر الساخنة شطيرة البيض المسلوق. صحيحة. يجب غسل الأدوات المستخدمة في إعداد الشطائر جيدا. إجابة صحيحة. السؤال السادس، املأ الجدول بما هو مناسب. بدنا شطائر باردة وشطائر ساخنة وشطائر تناسب الرحلات وشطائر تناسب المدرسة. تترك لكم حرية الإجابة، أنا كتبت إجابات، طبعا تقدروا تكتبوا أنتوا الإجابة اللي بدكم إياها. شطيرة باردة مثلا لبن وخيار وجبن بيضة، الساخنة بيض مسلوق أو بطاطا مسلوقة، شطائر تناسب الرحلات عندنا جبن بيضة أو بطاطا مسلوقة، شطائر تناسب المدرسة في عندي زيت وزعتر جبنة صفراء. انتهت الأسئلة، انتهت.